أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة استعرضا خلاله أواصر العلاقات الأخوية الوثيقة وسبل دعم وتعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك والتنسيق في كافة المجالات التي تعزز مصالحهما المشتركة كما بحث جلالتهما حفظهما الله عددا من القضايا والتطورات الاقليميه والدوليه وفي مقدمتها الاوضاع في منطقه الشرق الاوسط وتطورات الازمه الانسانيه في قطاع غزه